طيب الخبر التالي بيقول سودانية تفوز بجائزة كبرى لأفضل مشروع بدولة قطر. فازت الشابة السودانية عزة صلاح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكاي كلامرز بالجائزة الكبرى والمركز الأول في فئة أفضل مشروع ريادي قائم من بين 140 شركة ومؤسسة قدمت لجائزة ريادة. جائزة ريادة تم إطلاقها من قبل مركز الإنماء الاجتماعي نماء في العام 2011 بدولة قطر، وكانت عزة صلاح قد أسست في مارس من العام 2016 سكاي كلامرز لترعى الموهوبين في 7 مجالات مختلفة من الشباب في عمر 16 إلى 25 عاما تحت إشراف عام من مدربين ومؤسسات حكومية وخاصة والأفراد من أصحاب الخبرات في المجالات المختلفة التي تدعمها سكاي كلامرز. نعم، يمكن دي واحدة من الحالات الجميلة جدا، الإنجازات السودانية وكمان النجاحات.